مستشفى هيوا في محافظة السليمانية يساعد المريضات المصابات بسرطان الثدي على التخلص من أثر العلاج الكيماوي والإرهاق الناتج عن المرض من خلال التمارين الأيروبيك الرياضية. إلى التفاصيل. هذه ليست تمارين التخلص من الوزن الزائد، إنها لتقليل الآثار الجانبية للعلاج الإشعاعي والجرعات العالية من العلاج الكيماوي جراء الإصابة بمرض سرطان الثدي. مستشفى هيوا في السليمانية يقدم هذه الخدمة الرياضية للمريضات بغية إعادة تأهيلهن وتحسين نوعية الحياة التي يعيشها مريض السرطان ومزاجه وحالته النفسية في أثناء العلاج وبعده. مريضة صار لي 7 سنوات وهسه الحمد لله كل زين، وعمليتي صدري اثنيناتهم قصوا وفقدت وتراجعت وسويت كل شيء والحمد لله هسه زينوا، واني هسه اجي على سنتر الرياضه وكل يوميه يعني نسوي رياضه ساعه وبالاسبوع 3 مرات احنا دا نجي، ويا ريت كل المريض يجون هنا ويسوون هاي الرياضه حتى صحتهم زينه. جميع النسوة اللائي يترددن على المركز خضعن لعلاج كيميائي بعد إجراء عمليات استئصال كثير منهن لأحد الثديين أو كليهما، ويعانين من إرهاق وانهيار نفسي ناجم عن إصابتهن بالسرطان والآثار الناتجة عن علاج المرض. ويوفر مستشفى هيوا، وهو من بين أكبر المنشآت الطبية المتخصصة في العراق، العلاج لألوف من مرضى السرطان في منطقة كردستان، وتمول حكومة الإقليم المستشفى، كما تجمع جمعيات أهلية ورجال أعمال محليون تبرعات من أجله. ويعاني المستشفى حاليا من ضائقة مالية جراء خفض التمويل الحكومي المخصص له في السنوات الأخيرة، لكن توافد المرضى إليه لم ينقطع لكونه وجهة لتحسين الحياة.